فصلتيني مو أجار، لسه عندي ياهن، لساتهم بيت أهلي. ويعني الفستان الأول هو فستان أحلامي من أنا وصغيرة. يعني أنا عندي صور ألبومات بسيفة لفستان عرسي، إنه بدي إياه فول دونتيل، أبي عالي كم طويل، ضيق على جسم ما رح أحط صغير يعني، والقماشة تبعه تكون دونتيل. فأنا من يعني كأد يعني صف الخامس وبحلم بهذا الفستان وحققته. يعني المصمم اللي عمي عمل لي إياه اسمه علاء، هو عمل لي الفستان الأول، كانت فكرتي أعطيته إياه، بس هو أبدع يعني حط اللمسة تبعه. الفستان الثاني أنا ما كان لي دخل فيه أبداً، قلت له للمصمم، قلت له أنا هيك ستايلي كتير سيمبل، بس جعبالي حركة خفيفة، قال لي خلص عندي الموضوع. الفستان الثاني أنا ولا شفته ولا تدخلت فيه، هو عمل كل شيء، وأنا أول ما شفته قلت له واو خلص هذا هو. فالفستان الأول هو اللي بيعني لي أكتر، لأنه الفستان هو اللي دخلت فيه على عرس، هو فستان عرسي. أما الثاني كان للحفلة هيك، إنه شوي فن أكتر ومريح أكتر. أو ماي جاد، أنا نسيت عن الكيك. أوكي خبركم قصة الكيك. أنا كان في كيك ببالي بس تأخرنا لعملناه، أوكي، فما صار الكيك اللي أنا كان بدي إياه، فحردت. فجبنا كيك بس مو الكيك اللي أنا كان بدي إياه، فلأنه كنت بتضايقة إنه ما عملت الكيك، فنسينا الكيك تماماً، يعني ما كنت حاططه أبداً بالأجندة، يعني أبداً ببالي. فعملنا العرس كله بدون تقطيع الكيك. ما بعرف يعني، بعرف إنه الكيك من أساس العرس، لأنه بالخطبة قطعنا الكيك، بس بالعرس ما قطعنا كيك. ما بعرف كيف هيك مرق عن بالنا. المشكلة إنه الكيك كان بنص خلقتنا وكان كتير كبير وطويل، بس خلص لأنه يمكن انقرقت وما مشي الكيك على الطريقة اللي أنا حاببتها. أما طعمت المعازيم. لا كان وال البوفيه. لا بدي أحكي لكم عن البوفيه. أنا أكتر شيء مقهورة عليه إنه ما في صور للبوفيه. البوفيه كان أفخم بوفيه بشوفه بحياتي. كان عبارة عن صالة تانية، أوكي، يعني المعازيم بيطلعوا من الصالة وبيفوتوا على من باب هيك، هي جوا الصالة يعني، بيفوتوا على الباب وفي بوفيه من أول يعني قد الصالة كلها بالطول، كتير كبير. كان لايف كوكينج كله، كان في كل أنواع الأكل اللي موجودة. وشغلة تانية، الأعراس الباقية اللي بيعملوها إنه برا الصالة اللي أنا عملت فيها، بياخدوا الأكل من الصالة اللي أنا عملت فيها عرس، يعني من كتر ما الأكل طيب. يعني كتير عوائل كبيرة هون بهالبلد بيستعملوا، لا مو بيستعملوا، شو الكلمة، بياخدوا الأكل لأعراسهم وأفراحهم من هذا ال أنا ليش ما عاد عرفت أحكي ولا كلمة. شو بدك تحكي. المهم البوفيه يا جماعة كان قسمين عشان ما يكون في زحمة، فالقسم هون نفس القسم اللي هون، وبالنص كان بس حلو، الحلو من 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 الأرض للسماء، مش للسماء، للسقف. أنا ما بعرف، ما بعرف أحكي، بس والله ما في صور أو فيديوهات للبوفيه. البوفيه كان أحلى شيء، ونحن ما شفناه. يعني نحن شفنا البوفيه وقت اخترنا الصالة، يعني شفنا كل شيء، شفنا كيف رح يكون، بس ما شفنا يوم عرسنا. كان كثير بداية الموضوع، كثير بداية. المهم شو كان بدي أحكي لهم كمان عن الـ wedding planner، صح؟ أوكي so الـ wedding planner كان من أروع الـ wedding planners اللي شفتهم بحياتي. فهم الفكره اللي نحن كان بدنا اياها والستايل اللي كان بدنا اياه. هلا بما انه انا عايشه هون وربيانه هون، كثير بحب الستايل المواطنين، اوكي، يعني انا وقت اروح على الاعراس المواطنين بيكون كثير سمبل، الديكور كثير كلاس، مثلا الورود اللي بيستعملوها بتكون هيك ناعمه، ما في هي القفص والاضواء، يعني ما في اشياء اوفر هيك، ورود وكوشه وقفص والاضويه نازله من تحت، انه لا مو هذا الستايل. كان ستايل جدا راقي على الناس، ازواق الناس، الناس ازواق، ايه بتحبك وفي ناس بتحبك، ايه بس احنا كان اللي بدنا اياه كان بدنا اللي بيكون سمبل واليجنت، اليجنت وما في هالعجقه، مو مع ما في عجقه ويبين انه كلاسي، اوكي. ف الويدنج بلانر كان كثير شاطر، ليش صوت مو واضح؟ الويدنج بلانر كان كتير شاطر بشغل السيلينج، اوكي، والصالة اللي احنا اخترناها كانت مفيدة لنا لانه بيقدروا يشتغلوا كتير على السيلينج. هي كانت من اكبر الصالات اللي بنعمل فيها اعراس في، صح، في الامارات اكبر صالة بالامارات، صالة بتساع تقريبا شي كانت 1500 شخص، ايه بيع
فيها بدات كثير كبيره. طبعا نحن قد ايه كم شخص اجى؟ شي 800 شخص اجى على العرس. مثل ما كنت عم اقول لكم الويدنج بلانر كان شاطر بشغل السيلينج، فنحن اخترنا مثل ما شفتوا هيك عواميد ضوء very simple هيك نازل، كأنه السيلينج كله هيك نازل فمو مبين السقف اصلا تبع الصاله، وانا كان بدي انه يعكس السقف على الارض، فعملت كمان الارض اكريليك اسود فبتحسوه مثل المرايه فعكس على السقف، فمثلا وقت كنا عم نرقص هيك كان تحت كانه نحن على السقف، كانه نحن طايرين بالسقف. وشو كمان؟ واخترنا لون الكيرتنز لانه كان في برادي حوالين الصاله كلها كانت هيك مدوره، عملت الديزاين كله مدور، انا ما بعرف كثير بحب الشكل المدور اكثر من الكورنرز، فعملنا البرادي كلها لون الازرق الرويال بلو وكان كله مخمل، يعني كواليتي كثير حلو. والورود كمان حطينا هيك تاتش اوف يلو هيك انه اصفر، بس الورود هي الغريبه مو الورود انه صف ورده صفراء او روز اصفر، لا هي ورود الغريبه، ويا دوب يعني ورده وردتين على كل طاوله وشموع، بعشق الشموع فمليت الصاله كلها شموع. وكمان عند الكوشه خليته هدول الورود الصغار الصغار شو بيسموهم جبسوفيليا ورده جبسوفيليا بس مصبوغه نفس لون البردايه البرادي، وكمان فيه شويه صفار. وشو كمان اخترنا؟ الطاولات كانت كلها مدوره واكريليك وسودا، صح كانت اسود ولا تغير باخر وقت؟ انت نزلت على الصاله بتذكر يوم العرس، انا كنت فوق بالغرفه العروس يعني وين بتجهزوا، وغيث كان تحت بالصاله عم بيرتب بيوم عرسه، كان نازل عم بيرتب الصالة، ونفس الشيء كان بالخطبة نزل هيك ينظم هيك بدق هيك بجواته، عنده روح التنظيم بحب ينظم كل شيء. اوه ماي جاد، حكينا له عن الحلم اللي صار بالخطبة وتحقق. ايه لا ما بعرف سألتيني، لازم اقول لكم اني انا حلمت حلم وتحقق بيوم خطبتي. قبل ما اقول لكم الحلم، الويدنج بلانر راح احط لكم هلا اسم الاكونت تبعهم على الانستغرام، اسمه دريم ويدنجز، او خليني اعمل سكرين شوت. ايه حصور لكم الصفحه مشان اي حدا عنده اي نوع حفله بالعالم عن جد تجهوله، لانه بس فخمه بس هو اصلا عنده. يعني بيعمل لعالم كثير قولوا له من طرفنا، هو بيقربني. ايه صح بيقرب غيث، بيكون مين؟ هو ابن عم بابا، ابن عم، فهو عنده مكان اعراس واغلبيتهم بيعملوا لا ليش عم تصور نص سوري عشان الريستريكتد، اغلبيتهم بيعملوا ل ناس يعني ستايل لوكال، بس انه نفس ما نحن عملناه كمان، نحن اللي عملناه ستايل لوكال على شوي لمسات لمسه بسيطه يعني إيه. بس انه لسه في الستايل اللي هو الكنبايات، السقف كيف الكنبايات كيف القعده إيه. يوزولي بالاعراس اللي بنروح عليها اللي مو مواطنين يعني ما بيكون في الكنبايات، اعراس المواطنين دائما فيها او الخليجيين يعني دائما فيها كنبايات، وانا كثير بحب انه يكون حوالين الدانس فلور. حفرجيكم الستايل. اوكي شوفوا هذا مثلا، شوفوا مثلا هذا كيف ليكو السقف، والله كثير بشتغل على السقف حلو. شوفوا مثلا هذا كيف، واو والله شيء فخم شغله والله، واو شوفي كمان هاد وين العرس، هاد ايه اللي عملوا كله رمل، هذا بدي افرجيكم اياه. رح فرجيكم هلا بس شغل عمله هو، بالنسبه لإلي احلى شيء شفته الستايل اللي طالبته العروس، ستايل صحراوي اوكي، انه فيه رمل، فانتوا عدوا هلا تخيلوا قبل ما تشوفوا الفيديو ما رح تستوعبوا انه كيف رمل وصاله، بس شيء فخم. هلا احط لكم الفيديو. We'll be right back.